مساء الخير والسعادة على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة. النهاردة يوم جديد وحلقة جديدة وهو وهن. احنا النهاردة معانا أخبار كتير حلوة ومعانا فقرات متميزة. بس قبل ما نتكلم عن الفقرات خلينا نرحب بزمايلي اللي موجودين معايا. ازيك يا نسا نرمين؟ حلو. أنا حبيتها صح؟ حبيتها دي حبيتها. ازيك يا مروة وازيكم انتوا يا أحلى ناس في العالم. حلقة النهاردة متنوعة جدا فيها فقرات كتير وفيها مواضيع كتير زي ما مروة قالت عنها. ومعانا كمان النهاردة بنوتة مصرية اسمها يقين استخدمت من طرف باباها الخارج عن القانون وإرهابي واستخدمها كدرع بشري. ده حقيقة الرجل. ده يقين هي بنت الحقيقة من أبناء أحد الإرهابيين ده في سيناء. وخليني أقول زي ما عمر قال هو استخدمها كدرع بشري ضد مدهمات الجيش والحقيقة هي اتصابت. الدولة طبعا أخدتها وعالجتها وبتتعلم دلوقتي الحقيقة كمان على نفقة الدولة. قصة يقين يا جماعة بقى هي تحولت لفيلم وثائقي. يعني هي قصة تستحق هذا ان هو يتحول للفيلم ده طبعا. وشفناه كلنا طبعا في الندوة الثقافية لنصر اكتوبر اللي حضرها سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الشكر والتقدير طبعا للدولة وده حاجة مش جديدة الحقيقة لان هي دايما بتهتم بابناء يعني بابناء شعبها. قصتها وجعتنا جدا يا جدا يا نرمين. ودلوقتي معانا على التليفون المخرج بتاع فيلم يقين الاستاذ احمد ثروت. ازاي حضرتك؟ مساء الخير. ازاي حضرتك؟ مساء الفل. ازاي حضرتك؟ نورتنا جدا. ربنا يخليكوا. يا بنبارك لحضرتك طبعا على فيلم يقين. قصته حلوه جدا وانا عارف يعني ايه فيلم وثائقي بيبقى اصعب كمان من الافلام العاديه لان كنت منتير أكيد. افلام وثائقيه ولازم يبقى حقيقي جدا وينقل الصوره كامله وواضحه من غير اي تدخل في الدراما والكلام ده كله. عايزين نعرف ايه حضرتك الرساله اللي بتوصلها من خلال الفيلم ده. والله اقول الحقيقه هي الستوري تيلينج بتاعت الفيلم كانت صعبه شويه. ليه؟ لان انت شغال على قصه حقيقيه فقلبنا الموضوع بالعكس. الاول سجلنا وصورنا مع البنت بعد كده ابتدينا نعمل محاكاه او ان احنا نصور المشاهد اللي كانت بتحكي اثناء التصوير بتاعها هي شخصيا. ايوه. طبعا في الاول يعني بشكر اداره الشؤون المعنويه طبعا تحت قياده اللواء ياسر الخريجي المحترم على توفير بقى كل الدعم. في بالمناسبه انا اللي اخرجت ندوه اكتوبر بالكامل فهو كان الف مبروك. الله يبارك فيك. حاجه مشرفه جدا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. هي كانت التوصيات بان احنا نعمل منتج جديد فالحمد لله قدرنا نظهر لان فيلم يقين مبين عندك رساله الدوله ان كل انسان يستحق فرصه ثانيه وان الدوله ليها في كل حته وده طبعا. الاهم والفعلي الاهم والفعلي. في نفس الوقت الفيلم الحمد لله يا رب ان هو لقى استحسان الناس يمكن عشان كان في انسانيات كمان ان احنا بنخاطب الناس بمخ الطفله. والفيلم كمان يا استاذ احمد طبعا برحب بحضرتك مره ثانيه وخليني اقول لك قبل ما ندخل في الفيلم خلينا نقول بقى للناس يعني الساده المشاهدين ان دايما ابن الوز عوام المخرج الجميل احمد ثروت هو ابن الفنان محمد ثروت. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ده دي حاجه مش بعيده عليكم يعني عيله فنيه ما شاء الله محترمه جدا. ربنا يخليكم. يعزك والله بجد. طيب خليني أسأل حضرتك الفيلم كله كان زي ما بنقول هي قصة حقيقية وكان معاك البنت نفسها حضرتك بتصور بيها؟ طبعا. احكي لي الكواليس بقى يعني البنت اكيد نفسيتها برضو. بصي هقول لك ما كانتش مظبوطة طبعا عشان المحتوى مش محتوى شركة خاصة انا فخلينا اتكلم اخراجيا اكتر لان القصة مش ماليش ان انا اتكلم فيها قوي. قصة البنت هي معلومة لدى الناس من الفيلم او اداره الشؤون المعنويه او الجهه المختصه هي اللي تتكلم عن قصه البنت لكن انا اكلمك اخراجيا وارت. انا قصدي ساعدتك في التصوير كانت متجاوبه معاك؟ على فكره غلبانه جدا جدا طبعا يعني هي مرت بظروف كتير صعبه وحضرتك هنا وثقت الحقيقه فده بيبقى صعب جدا ان هي كمان كانت حساسه جدا وكانت في مواقف كتير صعبه. بص يعني حتى لو انسان عادي مع او ضد او اي حاجه لما يشوف طفله زي دي غصب عنه فطرته انه بيتعامل مع طفله هتسيطر ان هو يتعامل معاها برحمه وب طبعا. كلنا كنا في التصوير عندنا مشاعر مختلطه لكن اللي كان الاهم ان احنا لازم نبرز الجهود اللي كانت موجوده اللي اتقدمت لها لان البنت زي ما شفتوا في الصور في الفيلم كده كانت لو كانت ثابت كانت هتموت. أوكي. في نفس اليوم لو كانت ثابت كانت هتموت. لو جينا نتكلم بقى عن احمد ثروت المخرج حضرتك ما نمتش تقريبا لمده اسبوعين.
ده حقيقي صح؟ حقيقة ندوة. احكي لي بقى عن التحضيرات والاسبوعين كنت بتعمل فيهم ايه؟ كانوا تصوير، كانوا تحضير، كانوا ايه بالظبط؟ كان في كل حاجه، كان تقفيل فيلم يقين بالتوازي الندوه بشغل الاضاءه بالجرافيك طبعا، عشان كان في اوبرات معانا 11 مطرب عربي. كنت سعيد جدا بالموضوع. دكتور مدحت العدل ابدع يعني، هو وملحن طبعا صديقي مديان موزع احمد عادل، عملوا توليفه حلوه قوي، وفي نفس الوقت بقى كانت التواصل من خلال اداره المعنويه مع الفنانين، وان احنا نرتب والبروفات وان كل دول يكونوا موجودين في وقت واحد. غير كده كان في لايف بيرفورمنس مع الاستاذ كمال ابو ريا والاستاذ طبعا اسلام جمال والاستاذه سميره، فكان في كميه فقرات بتفاصيلها، فكانت لازم ما يتناملهاش يعني. كان الحمد لله ان ربنا وفق. جميل جدا، احنا بنشكر حضرتك جدا على